انتخابات تشريعية منتصف ديسمبر القادم يستعد بموجبها البرلمان نشاطه داخل أروقته بعد تجميد نهاية تجويلية من السنة الماضية تلاه قرار بالحل. انتخابات على أرضية قواعد جديدة للعبة الانتخابية، فعليا لا تتضمن إقصاء لأي طرف، لكنها تتنازل ضمن مشهد سياسي منقسم حسب البعض حد التصادم، وهذا يطرح التساؤلات بخصوص جاهزية لاستيعاب هكذا استحقاق يكون ديمقراطي نزيها وشفافا. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات جاهزة، القانون الانتخابي جاهز وتم إعداده في الإطار الشرعي متاعه. صحيح ثم ممكن تكون ثم بعض النقائص، ولكن مازال ثم برشا وقت متاع شهرين ونص لازم نتجاوز النقائص هذه بحولها باش تكون انتخابات ديمقراطية وشفافة. المرة هذه ثم انتخاب على الأفراد باش يعطي أكثر زخم وباش يعطي أكثر للمستقلين باش يتواجدوا. إن شاء الله يتم اتخاذ إجراءات أخرى خاصة في مسألة مراقبة تمويلات الأحزاب والجمعيات، تحييد الإعلام عن أي عمل سياسي، وخاصة تحييد الجوامع. وهي نقائص قد يمكن تجاوزها في هامش شهرين ونصف بمعالجات قانونية ونحوها، لن تصنع وفق التقديرات مناخا انتخابيا جديدا غير الحالي بما وصف بضبابيته المفرطة، يكون قادرا على صنع الحدث في الشارع التونسي. حتى تحدي الناس نوع من النفور من العملية الانتخابية باعتبار انه ما ثماش رهانة كبرى وفق الدستور الجديد، وفق سيطرة الرئيس على المناخ السياسي، وضع اليد الكلي اللي صار على الفضاء العام، عملية احتكار كل فعل سياسي في فعل الرئيس، يخلي الانتخابات أقرب منها إلى نوع من التزكيات أكثر منها انتخابات مش تكون تعبر عن التنوع والتعدد في الشارع التونسي وأطيافه السياسية. الانتخابات الديمقراطية يكون هناك تنافس، هناك نشاط، هناك حركية في الشارع في المجتمع لدى الأحزاب ولدى الفعاليات السياسية. حاليا للأسف نلاحظوا انه حتى في الشارع التونسي هذه الانتخابات غايبه عن الذهنيه. الديمقراطيات اللي ما زالت هشه في العالم فيها احتقان، ثم حتى ناس توصل دول تبلغ حتى درجه اكثر منها، ولكن نتصور انه انتخابات 17 ديسمبر ستكون اتفاق فك الاشتباك بين هذا وذاك اللي يتمثل في البرلمان، او ينطلق في البرلمان جديد ان شاء الله يكون معناه يقدم حاجات للتوانسه، واللي ما يحبش يتمثل حقه في انتظار انتخابات اخرى او بالشارع في اطار الديمقراطيه، لانه الشارع زاد ما ننسوش أن يمثل أحد آليات الممارسة الديمقراطية الشريطة عدم الاستقواب الأجنبي وشريطة التزام بالقانون والابتعاد عن العنف وعن تخوين وما إلى ذلك. هذه المعارضة كانت قد أعلنت بعد مقاطعتها للانتخابات التشريعية الرابعة منذ سنة 11 و2000. الإشكال الأكثر يطرح هو من سيكون هم أو من سيكونون المترشحين في الانتخابات اللي يحمل عضوية مجلس. نعرف بالدستور أنه يتحمل مسؤولية فشل ولكن لا يتحمل أي مسؤولية حكم. هذا هو السؤال اللي طرح اليوم، اي الخيارات يذهب اليها الرئيس وقت يكون كل شيء يتم احتكاره واعاده صياغته فيما يتلائم مع مشروع البناء القاعدي اللي اليوم راه كانوا نوع من الشارع، نوع من النفور من هذا المشروع حتى وان لم يكن موضوع نقاش ولا فهم من قبل التونسيين. وهذه مسائل قد لا تكون متماثله حسب رؤيه البعض في ذهنيه التونسي لانشغاله بقضاياه المعاشيه وبهواجسه اليوميه.